الجالية الإسلامية في النمسا تستعد للاحتفال بعيد الفطر غدا الجمعة. وزير المالية يبحث مع مدير وزارة الخزانة الأمريكية تجديد العقوبات على روسيا. شرطة النمسا والمجر تعتقل 60 مهربا للبشر في عملية فوكس. منظمات حقوقية تدعو إلى زيادة المساعدات الاجتماعية في ظل أزمة التضخم. زيادة الأجور بنسبة 9.9% ل60 ألف عامل في قطاع الكهرباء والإلكترونيات. وإيقاف إصدار النسخة المطبوعة لفينر سايتونغ أقدم صحيفة في العالم. تحية طيبة إلى حضراتكم، النشرة الإخبارية المفصلة على النمسا ميديا، والبداية في خبرنا عن العيد. يحتفل المسلمون في النمسا غدا الجمعة بعيد الفطر المبارك، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444. وقد أعلنت الجالية الإسلامية عن عدة فعاليات احتفالية تشمل الصلاة والتهنئة فيما بينها. وأعلن المركز الإسلامي في فيينا عن إقامة صلاة وخطبة العيد على مرحلتين، وتبدأ الصلاة الأولى على الساعة 7 صباحا باللغة العربية، تليها الصلاة بالألمانية على الساعة 8:30. وأعلن أيضا عن عدد من الأنشطة الخاصة بالأطفال لليومين الجمعة والسبت. وكل عام وأنتم بكل خير. دعا وزير المالية النمساوي برونر إلى تطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا، مؤكدا أن هذا الإجراء سيصب في مصلحة النمسا وأوروبا والولايات المتحدة. وتحدث برونر مع مدير وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تجديد العقوبات في ظل الحرب الجارية ضد أوكرانيا، وأعرب عن دعم بلاده للعقوبات الغربية على روسيا وتأييدها لكل قرار أوروبي بهذا الصدد، ومؤكدا تجميد أصول روسية بقيمة ملياري يورو. وشدد برونر على أهمية الشراكة مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية لإعادة إعمار أوكرانيا. اعتقلت شرطة النمسا والمجر 60 مهربا للبشر أغلبهم من رومانيا، وذلك خلال دوريات مشتركة خلال 5 أشهر في إطار عملية فوكس لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وذكرت الشرطة أنه تم القبض على 600 مهاجر خلال هذه الأعمال، 80% منهم كانوا على الأراضي المجرية. وتم إطلاق العملية في ديسمبر الماضي لمنع إساءة استخدام حق اللجوء ومكافحة مافيا التهريب بكفاءة. وتشكل مراقبة الحدود جزءا أساسيا من حزمة التدابير الأمنية، وسوف تستمر عملية فوكس لمدة 5 أشهر أخرى على الأقل بالتعاون مع الجيش. Was war vor einem Jahr? Vor einem Jahr, das war rund 2 Monate nach Beginn des furchtbaren Angriffskriegs des Putin auf die Ukraine und damit verbunden eine große Kriegsflüchtlingswelle auch bis nach Österreich, wo viele nach Österreich gekommen sind und wo viele auch in Österreich aufgenommen worden sind und nach wie vor in Österreich auch unterstützt werden. Und auch damals wurde Anfang März die sogenannte Vertriebenenrichtlinie auf europäischer Ebene in Kraft gesetzt. Das heißt, dass Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auch entsprechend in Österreich arbeiten dürfen und auch versorgt werden ohne Einzelfallprüfung. أعلنت الهيئة النمساوية للإحصاء أن حوالي 201,000 شخص في البلاد تأثروا ماديا واجتماعيا بسبب أزمة التضخم العام الماضي، ولا يمكنهم تحمل بعض النفقات الأساسية. وأكدت أن النساء والوالدين الوحيدين هما الأكثر تضرراً، وقد ارتفع عدد المتأثرين مقارنة بعام 2021. ويعرف الاتحاد الأوروبي المحروم المادي الاجتماعي على أنه الشخص الذي لا يمكنه تحمل 7 من 13 خاصية للحياة اليومية.
وأعرب وزير الشؤون الاجتماعية يوهان ستراوخ عن الالتزام بمكافحة الفقر في البلاد، فيما طالبت منظمات حقوقية بزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية. تم التوصل إلى اتفاقية جماعية جديدة للعاملين في صناعة الكهرباء والإلكترونيات بزيادة الأجور والرواتب بنسبة 9.9% لحوالي 60 ألف موظف بحد أدنى شهري 325 يورو، وزيادة أجور للمتدربين بنسبة 10.5%. وقال رئيس لجنة التفاوض أنه بعد مفاوضات طويلة توصلنا إلى حل وسط يلبي جميع المعنيين، وتم الاتفاق أيضا على اتفاقية جماعية جديدة لحوالي 25 ألف عامل في صناعة الشحن والتخزين مع زيادة متوسط الأجور بالساعة بنسبة 11.33% وتخفيض ساعات العمل. وستدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ في الأول من مايو. قررت الحكومة إيقاف إصدار النسخة المطبوعة لأقدم صحيفة في العالم فينارت سايتونغ في النمسا قبل احتفالها بمرور 320 عاما على إصدار النسخة الأولى. وتعتمد الصحيفة على أموال دافعي الضرائب، وقد قررت الحكومة وقف إصدار النسخة المطبوعة في نهاية يونيو وإطلاق موقع جديد للصحيفة على الإنترنت في مطلع يوليو. ويأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة الصحيفة وتحويل خدماتها إلى الشكل الرقمي بعد إنهاء العمل بقانون نشر الإعلانات. وحان ربما أن نقول وداعا للورق، ربما قريبا جدا. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد أنهينا نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. ألقاكم في نشرات لاحقة. لكم مني أطيب المنى، وكل عام وأنتم بخير.